قام سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية بزيارة للنادي الملكي للغولف للوقوف على التحضيرات النهائية لاستضافة جولة دي بي وورد العالمية للغولف، والتي ستفتتح يوم غد برعاية كريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. وقام سموه بجولة تفقدية طلع خلالها على جاهزية الملاعب ومرافق النادي الملكي للغولف ومدرجات الجماهير ومنطقة الفعاليات المصاحبة وغرف للاعبين وأماكن دخول وخروج الجماهير ومنصة كبار الشخصيات ومختلف المرافق الأخرى. كما استمع سموه إلى شرح مفصل حول التجهيزات وكافة الخدمات والتسهيلات المقدمة لضيوف الجولة العالمية من مسؤولين ولاعبين وإعلاميين وجماهير. أثنى سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة على الجهود المبذولة من قبل اللجنة المنظمة وكافة شركاء التنظيم، ومؤكدا سمو وهو على أهمية مضاعفة العمل والسعي لتقديم أفضل الخدمات وتوفير كافة سبل الراحة للضيوف لإخراج جولة دي بي وورد العالمية للغولف بأفضل صورة، بما يعزز مكانة البحرين كوجهة مثالية لاستضافة أكبر الأحداث الرياضية، متمنيا للقائمين على التنظيم التوفيق والنجاح.